السلام عليكم. انا ان شاء الله في الفيديو ده هلخص لكم تجربة اكتر من 20 سنة في مجال انقاص الوزن وحرق الدهون. خلينا نتكلم عن ايه هي اسرار نقص الوزن عشان نعرف احنا رايحين فين واهدافنا ايه. اولا في مبادئ عامة، ما ينفعش انا اخس اكتر من 5 كيلو في الشهر، ما ينفعش اخس اكتر من 20 كيلو في السنة. الرياضة وانقاص الوزن والتخسيس يحتاج، زي ما انا بنيت الكلام ده في سنين، والدهون وزيادة الوزن دي جات في سنين، لازم انا اخد سنين لغاية ما ان انا انزل برضو وابقى راجل رياضي. طيب ايه هي الممنوعات وايه هي الحاجات اللي انا مفروض اتبعها؟ الممنوعات رقم واحد الزيوت بكل انواعها، الزيوت بكل انواعها. رقم اتنين السكر بكل انواعه، يعني سكر في شوكولاتة، سكر في حلويات، سكر في شاي، ده امنع السكريات. ده لو انا عاوز نتيجة ملحوظة سريعة. يبقى الزيوت لا، السكريات لا، المعجنات لا، يعني مفيش عيش، مفيش فطاير، المعجنات يعني. قلنا الزيوت، قلنا المعجنات، قلنا السكريات لا، اي حاجة فيها معلبات، يعني بلوبيف، يعني شيبسي، يعني تونة، حتى كل المعلبات دي بلاش منها. عندي الملح، بلاش ملح. انا بضمن لكم اذا انتوا بطلتوا الحاجات دي هتلاقي نفسكم بتنزلوا لوحدكم من غير ما تقول ليش انا هعمل رجيم. انسى كلمة الرجيم، انسى كلمة الصيام المتقطع، انسوا الكلام ده كله. انا بديكم خلاصة القصة كلها، هنبطل دول وهنعمل الاتي. هنمشي ساعة في اليوم، مش قادر امشي ساعة في اليوم امشي نص ساعة في اليوم. هاجي بعد الساعة 10 اوقف اكل ومفطرش قبل الساعة 10 تاني يوم، يبقى انا كده ببطل 12 ساعة اكل، بدي فرصة الجسم انه يحرق بعض الدهون الزايدة. هنام كويس جدا، هنام كويس جدا، دي من الحاجات المهمة جدا. كمان عندي المية، اشرب مية كتير، اشرب مية كتير. اهم حاجة بقى في كل ده الصبر، الصبر وما استعجلش النتائج. ممكن اجيب الكلام اللي انا قلته ده ورقة وقلم واحط، ما اتبعش كذا واتبع كذا، ثم امشي بتكنيك ايه، اسبوعين امشي على الكلام ده او 10 ايام الاقي نفسي نزلت 3-4 كيلو، وبعد كده اقعد 2-3 يومين اكل اللي انا عاوزه بهدوء وبالراحة. يعني نفسي في حتة شوكولاتة هاكلها، نفسي في كذا، مع الثبات على العادات اللي انا بعملها. ويا حبذا لو قدرت اروح الجيم، لو قدرت اروح الجيم 3-4 مرات هيبقى ممتاز جدا، مع المشي، مع النوم الكويس، مع المية الكتير. يبقى دي كل اللي احنا محتاجينه عشان وزننا يقل بالتدريج، وزننا يقل بالتدريج، وابقى انسان طبيعي. وكده كده خلاص معايا عادات ثابتة انا لازم امشيها معايا في الحياة على طول، دي اكتسبها، ان انا اشرب مية كتير، ان انا امشي كل يوم، ان انا لو قدرت اروح الجيم، ان انا نام كويس. دي عادات اساسية لازم ان انا اعملها. طيب خليني، انا عندي مشكلة، عندي حاجة ضرورية جدا عاوزاني ان انا اخس بسرعة. تخس بسرعة يبقى انت هتوقف كل اي حاجة بتيجي على النار، اي حاجة بتتسوى على النار. يعني هعمل ايه؟ هاكل خضار زي ما انا عاوز، هاخد فاكهة زي ما انا عاوز، هاكل بروتينيات، بروتين نباتي، هاكل بروتين نباتي، يعني بندق، لوز، ممكن الفول السوداني يدخل معانا، الصويا، الشوفان، يعني هتبحث على النت على البروتين النباتي هتلاقي ده. لو انا عاوز بسرعة في خلال اسبوعين انزل على طول 10 كيلو او 8 كيلو او 7 كيلو، لكن اللي انا
واتبعه وجربته وخلاص تجربتي في زي ما قلت لكم في 20 سنة. وده أسهل شيء بالتعليمات اللي أنا قلت لكم عليها دي، أعمل الحاجات دي وابتعد عن الحاجات دي، هلاقيني بخس. أنا وصلت من 3-4 أشهر كنت 98.5 كيلو. النهاردة ثابت على 90، أطلع كيلو أنزل 2 كيلو أطلع كيلو، بس أنا عشان أنا مش عاوز أنزل مرحلة تانية دلوقتي، يعني أنا ثابت كده في 90، ما يعني 91-89-90 ده كده. ليه؟ لأني مش عاوز أنزل أكتر من كده فجأة، فأنا عاوز أفضل كده 3-4 أشهر وبعد كده أرجع أنزل لي مثلا 5 كيلو كمان بالتدريج براحتي. لكن اتبعت عادات اللي أنا قلت لكم عليها دي، ان انا اروح الجيم، ان انا امشي كل يوم نص ساعة او ساعة، اشرب مية كتير، احاول انا بقدر. طبعا انا في الاول عملت كده، امتنعت تماما عن الزيوت، امتنعت تماما عن الحاجات اللي انا قلت لكم عليها، الشيبسيات، الشوكولاتة، انا مدمني الشوكولاتة دلوقتي خلاص. بعد ما وصلت للتسعين الى حد ما عاوز اكل شوكولاتة باكلها، عاوز اشرب مش عارف، بحب انا الشاي اللي هو الايس تي، اشرب لي واحده مثلا في اليوم، خلاص. بس مواظب ان انا بمشي ساعه، خلاص انا عاوز اللي هو ده عشان دماغي ياخد ويؤهل على النظام ده، على الوزن ده. لان لو الدماغ، لو انا ما ثبتش على الوزن ده فتره، هنزل الرجيمات السريعه بتاعتنا وهطلع هبقى محتاج، عاوز اكل، عاوز اعوض، جسمي عاوز يعوض اللي انا فقدته. فانا زي ما انا قلت لكم، هي دي خلاصه التجربه بهدوء خالص. هلاقيني بقى هعمل اللي انا قلت لكم عليه ده، وهبعد عن الحاجات اللي انا كرجيم قاسي. هلاقيني في خلال 15 يوم، في خلال 20 يوم بنزل جامد، نزلت جامد ابتدي اخف على نفسي شويه، نفسي في حاجه زي ما قلنا هاخدها، وهكذا. انا مش عاوز اطول عليكم، هي دي دي اسهل وابسط، ودي خلاصه التجارب. لا تقوليش اعمل رجيم، ما تقوليش صيام متقاعد، بتقولي كل الكلام ده كله، لا. اللي انا بقول لكم عليه ده، لو هو ده المظبوط وهي دي التجربه، وهلاقيني بخس بالتدريج وماشي مظبوط بلا تكاليف وبلا معاناه وبلا اي حاجه، بهدوء كده بالراحه. كل يوم لو كل يوم نزلت ربع كيلو على مدار ايام، هلاقيني منزل وما انزلش فجاه عشان ما احسش بامراض وما يجيليش امراض، لان ضربات القلب والدوره الدمويه بتبقى واخده على سرعه معينه مع الوزن. يلا انا بشكركم، اي استفسارات لا علاقة بزيادة الوزن، بالتخسيس، لا علاقة بطول القامة، بتقوس الساقين، لا علاقة ببعض الامراض المزمنة، اهلا وسهلا، السلام عليكم.